السلام عليكم. نبدأ نحكي عن الـ upper limb. هلأ الـ upper limb مثل الـ lower limb بيتكون من girdle يلي هو الكلافيكل مع الاسكابيلا، والـ free limb يلي هو بيتكون من الـ humerus، الـ ulna medially، الـ radius laterally، و bones of the hand. هلأ إذا بدنا نحكي كـ regions، فالـ upper limb بيتكون من shoulder region يلي هي بتتكون من الـ clavicle، الاسكابيلا، الهيوميروس. بعد تجي الأبر أرم أو البريكيوم، بعد الفورارم، وآخر شي الهاند. هلأ شو وظيفة الأبر لمب؟ يعني بشو بيهمنا الأبر لمب؟ باختصار to place the hand in a proper position، بتخلي الهاند تكون موجودة بالمكان الصح. ليش؟ لتعمل مثلا grasping تمسك شي، أو strike تضرب شي، أو fine movements مختلفة، لأنه كتير في أشياء بنقوم فيها عن طريق الهاند. هلأ هالشي بيتم عن طريق مو joint واحد يلي هو الـ wrist joint مثل ما متخيلين. هالشي بيقوم فيه 4 joints يلي هنا أول شي scapular thoracic joint يلي هو موجود بين the scapula و thoracic cage. بعده بيجي shoulder joint بين the scapula و the humerus. بعده بيجي the elbow joint يلي هو هاد، وآخر شي بيجي الريست جوينت. وهم في جوينت صغيرين ما كتير رح نحكي عنهم هلا، بعدين بنجيبهم. فنبدأ نستلم هالأشياء بوينت 1. أول شي نبلش بالكلافيكل. هلا الكلافيكل هي سلندر كون موجودة بالروت اوف ذا نك، وبتكون سبكتينوس. كيف يعني؟ يعني إذا حطيت إيدك على root of the neck فبسهولة فيك تتحسس الكلافيكل. في إلى two ends، acromial end عن طريقة بترتبط مع acromion process of scapula هيك، وفي عند sternal end يلي بتعمل فيها sternoclavicular joint وبترتبط مع sternum بالإضافة لل first rib. فإذا الميديا اللي بترتبط مع الاسترنوم والفيرست جيب at the sternoclavicular joint، ولاترالي بترتبط مع الاسكابيلا عن طريق الاكروميان بروسس. بهذا الارتباط كله بتعملنا شو؟ بتعملنا الأبر لمب جيردل. هلا بس بدنا نلاحظ انه اللاترال اند بتكون فلات، اما الميديال اند فبتكون كوادرانجولار ان شيب. كمان في إلها تو سيرفيسز، سوبيريور سيرفيس inferior surface. هلا superior surface مثل ما انتم ملاحظين ما في شيء بيمشي عليه، ولذلك شو بيكون؟ بيكون smooth ما عليه شيء. اما ال inferior surface وبالذات laterally بيكون rough. ليش rough؟ لانه في كتير اشياء مرتبطة عليه، ligaments. اول شيء في عندنا ال coracoclavicular joint بيكونوا two ligaments يلي هن medially conoid ligaments، بيرتبط على الكلافيكل عن طريق الكونويد تيوبركل. فهي أول مكان بيكون رف يلي هو الكونويد تيوبركل، بيعطي أوريجن للكونويد ليجمنت وبيروح للكوراكويد بروسس أوف سكابيلا. بعده بيجي لاترال تو إت الترابيزويد ليجمنت يلي بياخد أوريجن تبعه من الترابيزويد تيوبركل اللي هي موجودة هون. فلحد هلا أنا الكونويد تيوبركل من الترابيزويد تيوبركل، بالإضافة لإلهم عنا الترابيزويد لاين يلي بيكون هون تحت الترابيزويد تيوبركل، وبيعطينا أوريجن لل أكروميو كلافيكيلر ليجمنت. فهذا هو بيكون عنا الإنفيريور بورد للكلافيكل. أول شي بيكون عنا الكونويد تيوبركل، بعدين الترابيزويد تيوبركل هون، بعدين الترابيزويد لاين. بعدين نجي للسكابيلا. الاسكابيلا بتكون موجودة على ال posterolateral surface لل thoracic cage. بيكون فيها two surfaces يلي هن ال anterior وال posterior. بيكون فيها three borders يلي هي superior border، medial border، وال lateral border. وبيكون فيها three angles يلي هن ال lateral angle، superior angle،
والانفيرير انجل. الانفيرير انجل فينا نتحسسه بسهولة على ال posterior surface of thoracic cage. هلا ال scapula من فوق لتحت فهي تمتد من السكند لل 7th rib، وهالشي كتير كتير مهم، لأنه إذا بدنا نحدد موقع ال 7th rib فبناخد ال inferior angle عن طريقة بنحدد موضوع مكان ال 7th rib، وإذا حددت مكان ال 7th rib ففيك تحدد أي rib تاني. هلا إذا إجينا لل processes فكمان إلها 3 processes، يلي هو أول شي بال posterior surface في ال spine process. ال spine process تقسم ال posterior surface لل scapula لل supraspinous fossa وال infraspinous fossa. ثاني process عنا هي ال acromion process، وهي direct continuity لل spine. فال spine بيجي هيك على lateral بيمشي لقدام، بعدين بيعطينا ال acromion process. وهون فينا نشوفه هون على anterior surface، وبتعمل وبترتبط فورا مثل ما شفنا قبل مع الكلافيكل لتعمل الاكروميو كلافيكولر جوينت. هون فينا نشوف الاكروميو كلافيكولر جوينت. اما الثيرد بروسس فهي تطلع من السوبيريور سيرفس او السوبيريور فورورد، وتجي فورورد اند لاترالي لتعطينا مثل الاصبع، بتجي هيك بتعطينا الكورينويد الكوركويد بروسس. فلحد هلا عنا 3 spines يلي هن 3 processes. أول شي ال spine على ال posterior surface، بعدين ال coracoid process، بعدين ال acromion process. هلا من ناحية الفصة ففي عنا كمان 3 فصة. أول شي supraspinous fossa يلي شفناها هون فوق ال spine، بعدين تحت ال spine عنا ال infraspinous fossa، بعدين عنا ال subscapular fossa. هاي الفصة الكبيرة وبتكون concave، ليش؟ لتعمل articulation مع الريبس مع الثراسك كاج اللي هو convex بيكون، ولذلك هي بتكون concave. هلا كمان نقطة مهمة بال superior border لل scapula، انه فيها هي النوتش اللي بنسميها suprascapular notch، موقعها هو medial لل coracoid process. شو أهميتها؟ أهميتها انه منه بيمرق ال suprascapular nerve suprascapular artery ليغذي لنا كتير مصلز وأشياء، هون رح نحكي عنهم بعدين. هلا أما على lateral angle ففي عنا هي الكافيتي اللي هي الجلينويد كافيتي. هلا بالجلينويد كافيتي بيجي بيعمل articulation مع ال head of the humerus، وهالشي أهميته إنه بيعمل لنا shoulder joint. هلا بدنا نلاحظ هون إنه الجلينويد كافيتي هو بيكون شلو، ولذلك خلع ال shoulder هو بيكون very 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 common، لأنه شلف بسهولة فينا ال head of the humerus يطلع من ال glenoid cavity. هلأ ثالث بند من الجيرو هو ال humerus. Humerus articulates with the scapula above to form the shoulder joint. Inferiorly it articulates with the ulna medially and with the radius laterally to form the elbow joint. إذا جينا للradius فهي بتكون من مناطق upper end shaft or body lower end. بدنا نحكي عن كل منطقة فيهم بالتفاصيل. أول شيء ال upper end بتتكون من head يلي هو بيكون one third of a sphere، يعني ثلث كرة، بيرتبط مع ال glenoid cavity تبع scapula ليعملنا shoulder joint. تحت ال head تماما هذا المكان الضيق هو anatomical neck. هلا تحت ال anatomical neck بيكون عنا two tubercles يلي هن the greater tubercle بيكون موقعه lateral، و lesser tubercle يلي هي هاي بيكون موقعه anterior. بيناتهم في intertubercular groove or sulcus، ونسميه كمان ال poecipital groove. بعدين حنحكي عن أهميته، الأهمية كتير كبيرة طبعا. هلا بعد كل هذا، يعني بعد الهيد والاناتوميكال نيك والجريتر والليزر تيوبركل، بيجي عندنا منطقة اسمها السيرجيكال نيك. شو فرق السيرجيكال نيك عن الاناتوميكال نيك؟ هلا السيرجيكال نيك بسبب مكانه، بسبب انه هي very narrow، فهي مكان كتير كتير سسبب انه يصير فيه فراكتشر،
ولذلك fracture في surgical neck is very common، ولذلك هي أصلا اسمها surgical. هلا في حال صار عندنا كسر هون، ففي عندنا two structures posterior to it بيكونوا بخطر، ممكن يصير لهم injury، يلي هن من axillary nerve وال posterior circumflex artery. رح نجي لهم بعدين ونشوفهم بصورة تانية يعني، فلذلك هلا عادي إذا ما حكيت معكم. هلا حكينا عن الهيد، anatomical neck, surgical neck, greater and lesser tubercle. بعدين بيجي عنا على الشاف or body deltoid tuberosity، بتكون halfway the lateral border، يعني هي lateral border بنص المسافة تبعتها تقريبا، بتيجي deltoid tuberosity واللي هي اسمها هيك لأنه هي الانسيرشن تبع الدلتويد muscle. الشغلة الثانية بالشابتر اللي هي موجودة على ال posterior surface هي ال oblique line يلي هو هاد. هلا ال oblique line أو spiral line بيسموه كمان، بيمرق فيه two structures يلي هما ال radial nerve يلي كمان حنشوفه بصور بعدين، بالإضافة لل profunda brachial artery يلي هو branch من ال brachial artery بيمرقون هون. هلا أما ال lower end of the humerus ففيها أول شي medial epicondyle و lateral epicondyle يلي هنا نبعتو attachment ل muscles و ligaments مو كتير مهمين، يلي بيهمنا أكثر منهم هو هدول الشغلتين trochlea medially و capitulum laterally. هلا ال capitulum بترتبط مع ال head of the radius هون ليكونوا جزء من ال disjoint. أما التروكليا فبترتبط مع التروكليير نوتش على الألنا يلي هي هون، فتعطينا الجزء الثاني من الألبوجان، فمع بعضهم بيكونوا الألبوجان. كابيتولم with the head of radius، تروكليا with the trochlear notch of the ألنا. هلا فوق الكابيتولم في عنا الراديال فوسا. ليش اسمها الراديال فوسا؟ لأنه وقت نعمل فليكشن للأرم فالهيد اوف راديوس رح يجي لهون، رح يقعد بهذا المكان. اما الفصة الثانية اللي هي فوق التروكليا فهي كورونويد فصة. ليش؟ لانه وقت نعمل فليكشن للارم كمان رح، او بالاحرى فليكشن للفور ارم كمان رح تجي الكورونويد بروسس اوف النا يلي هي هون، وحتجي بالكورونويد فصة اوف هيومرس. أما على ال posterior surface ففوق ال trochlea في عنا ال olecranon fossa. ليش اسمه olecranon؟ لأنه كمان لما نعمل extension هون، لما نعمل extension لل forearm فحتجي ال olecranon process of ulna وتجي لهذا المكان. بعد بدنا نحكي عن ال radius. هلا ال radius بتكون two joints proximally two joints distally. أول شي ترتبط مع الكابيتولوم of the humerus لتشارك بالالبو جوينت، بعد هون بتعمل البروكسيمال راديو ulnar جوينت مع الالنا هون، بعدين بتعمل هون الديستال راديو ulnar جوينت كمان مع الالنا، بعدين اخر شي بتشارك بتعمل الريست جوينت عن طريق اول شي سكافورد laterally، بعدين لونت لاترالي ميديالي، وكمان الى upper end shaft و lower end. هلا بتختلف بشكل اساسي، يعني الفرق الاساسي بينها وبين الالنا انه الالنا ال upper end لإله بتكون wider، اما ال radius فال lower end لإله بيكون wider. هلا بدنا نحكي بالتفصيل عن ال upper end shaft بعدين ال lower end. ال upper end في أول شيء ال head، وال head بيكون concave ليرتبط مع ال convex sorry بيكون convex ليرتبط مع ال concave surface of capitulum تمام. أما medially فبيرتبط مع ال radial notch of ulna ليعملنا ال proximal radial ulnar joint. لا تحت النك بيجي عنا تحت الهيد بيجي عنا النك، تحت النك بيجي عنا الراديال تيوبروسيتي.
شو أهمية الراديال تيوبولوستي؟ أهميته إنه هو مكان الانسيرشن تبع البايسبس كريكيوم. هلا من ناحية الشفت فما عندنا كثير أشياء نحكي عليها، بس في هاي يلي هي البروناتر تيوبولوستي، هي مكان الانسيرشن للبروناتر تيرس. البروناتر تيرس طبعا بتجي من هون لهون، والكونتراكشن تبع بيعمل بروناشن ريفورم، بعدين حنجي لك. أما اللور أند فبتكون wider than the upper end، وفيها medially بيكون ال inner notch اللي يرتبط مع ال lower end of ulna، ويعملولنا ال proximal sorry lateral radio ulnar joint. وبيكون عندنا laterally stellar the process اللي فينا نحسه بسهولة. وهون في بيكون عندنا مكان لل articulation with the scaphoid bone، ومكان لل articulation with the mat bone ليعمل الريست جوينت. هلا الألنا، الألنا هي الميديال بون اوف ذا فور ارم، فيها upper end شوت lower end. بدنا ننتبه انه بالألنا عكس الراديوس، فال upper end بتكون wider than the lower end. اول شي بدنا نحكي عنه هو ال head او ال upper end of ألنا. ففي كتير اشياء مميزة. اول شي في ال cranial process فوق، فهي الكرينال بروسيس شو أهميتها؟ إنه وقت نعمل extension of the forearm بتجي للكرينال فصل of the humerus. وفي عنا قدامهم الكورونويد بروسيس. الكورونويد بروسيس بالعكس، وقت نعمل flexion of the forearm بتجي للكورونويد فصل of the humerus. بيناتهم بيتركوا نوتش. هلا هي النوتش بنسميها التروكليير نوتش، لأنها رح ترتبط مع التروكليا اللي هي هون، حترتبط مع التروكليا تبعت الهيومرس. وآخر شي هون عنا الراديال نوتش. هلا الراديال نوتش موجود لاترالي وبيرتبط مع الهيد اوف راديوس هون، ليعملولنا البروكسيمال راديال ألنر جوينت. تحت هذا الشي كله شو بنجي بنلاقي هون؟ بنلاقي السوبيناتر فوسا، وراها في السوبيناتر كريست. ليش اسمه السوبيناتر؟ لأنه هي مكان الأوريجن تبع السوبيناتر مصل. بعده بيجي عندنا الشافت. بدنا ننتبه بالشافت للإنتر أوسيوس بوردر اللي بيرتبط فيه الإنتر أوسيوس ممبرين، اللي بيكون موجود بين الإنتر أوسيوس بوردر أوف ألنا وإنتر أوسيوس بوردر أوف راديوس. هون كمان في عندنا الألنر تيوبولوستي، وهي مكان الانسيرشن للبريكيالس مصل. هلا اخر شي على اللور اند اوف ألنا ففي عنا الستايلويد بروسس، تكون موجودة ميديالي وكمان فينا نتحسسها بسهولة تحت الجلد. هلا يلي بيميز الديستال اند اوف ألنا عن ديستال اند اوف راديوس، وشي مهم كتير، هو انه الراديوس ترتبط مثل ما حكينا مع سكافولد وزونات لحتى تعملنا الريست جوينت. اما الالنا فما بتشترك بالريست جوينت، الالنا ما دخلها بالريست جوينت. ليش؟ لانه بينه وبين الكاربل ماسلز ففي عنا articular disc بيفصل الالنا عن الكاربل بونز، ولذلك ما له علاقة ابدا بالريست جوينت. اخر شي بدنا نحكي عنه هو البونز اوف ذا هاند. بونز اوف ذا هاند اول شي بنقسمه للكاربل بونز يلي هنا هدول، بعدين الميتا كاربل بونز، بعدين الفرنجيز. هلا أول شي الكاربل بونز بيتكونوا من تو روز، صفتين من البونز يعني. أول شي بدنا نحكي عن الصف الأول from lateral to medial، فعندنا scaphoid، بعد الونت، بعد trochuterum، بعد البيديفون. أما الديستال رو فعندنا أول شي trapezium، trapezoid، capitate، and hamate. هذا النايت scaphoid, lunate, capitate, hamate, trapezium, trapezoid, capitate, and hamate. هلا الشيء المهم بهذا المكان انه في عندنا هون شيء اسمه الكاربل ارتش. شو اهمية الكاربل ارتش؟ نلاحظ انه الانتيريور سيرفيس تبع الكاربل بونز بيكون كونكيف، بيمرق بقلبه كتير ليجامنتس لمسلز، بالأحرى هنا تحديد الفلكسر مسلز أو الفورارم، وبيمرق معاهم الميديان نيرف
بيغطي كل هذا البروتين ريتيناكيوم بنسميه فليكسر ريتيناكيوم. فلو تصير التهاب بهذا المكان بأي ليجامنت من المسلز اللي بيمرقوهم بأي شيء، لما يصير التهاب فهذا المكان هو مكان محصور. ليش؟ لأنه فوق الفليكسر ريتيناكيوم، فبصير عندنا سويلينج هون. والسويلينج شو رح يعمل؟ رح يضغط على الميديان نيرف وبتسبب لنا ألم شديد بنسميه كارفل تانل سيندروم. حالتها كتير بسيطة، إنه بالسيرجري طبعا إنه بيعملوا شق بفلكس الريتناكيوم ليخففوا الضغط، بالتالي بيروح الألم اللي كان ناتج عن الضغط على الميديان نيرف. بعد نجي للميتا كارفل بونز. ميتا كارفل بونز كل بون بيتكون من بيس شافت وهيد. هلا الهيد هاد بيعمل شيء اسمه النكل، مسمين النكل يعني فينا نشوفهم كيف بارزين على الدورسم اوف ذا هاند. الميتاكاربل ما في شيء مميز فيهم، بس انه الميتاكاربل بون اوف ذا ثم بتكون مو بنفس البلين للبقايا، بتكون anterior and rotated medially. وشو أهمية هالشي؟ أهمية هالشي إنه بيسمح لنا ب more movement at the thumb. الثمب هو أكثر بون بيتحرك أو أكثر finger بيتحرك بالهم. هو الفينجر الوحيد اللي عن طريقه فينا نلمس the tips of the other finger. وهالشي سببه الأساسي إنه الميتاكاربال بون تبع الثمب بتكون rotated medially and anteriorly. بعد الفلنجيز ما في شيء مميز كمان، بس انه مجرد انه كل فينجر في الى 3 فلنجي except الثمب، فبيكون له فقط 2 فلنجيز proximal distal، ما في مدى مثلهم.